أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي، وتقبل طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وعسى الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. من الأمور اللي الإنسان وده يعرفها، أحيانا في أنواع من الصداع تأتي للإنسان في هذا الشهر الكريم، ويقول هذا الإنسان هذا الصداع مؤذي براسي، كل ما أصوم يكون عندي آلام في الرأس. أحياناً يكون هذا الصداع ليس له علاقة بالصيام. صح، أحياناً بعض الناس نتيجة يعني قلة الطعام، قلة الأكل، يكون عنده أحياناً بعض الآلام في الرأس كالصداع على سبيل المثال، ولكن أحياناً قد يكون الصداع ما له شغل في الصيام. شلون؟ أحياناً يكون سبب الصداع هي عضلة الرقبة. عضلة الرقبة ممتدة من الأكتاف وتصل إلى الرأس، وهي ممتدة كذلك من أسفل الظهر، فهي مثل الدايموند. عشان كذي هذه المنطقة تعتبر منطقة مليئة بالأوعية الدموية، كذلك أن الأوعية الدموية التي تغذي الرأس تكون مارة عن طريق هذه العضلات ثم تغذي مثل هذا المكان. نرى بعض الناس نتيجة الوضع الخاطئ للقوام عنده أن رقبته ممتدة إلى الأمام، فامتداد الرقبة إلى الأمام والتفاف الأكتاف إلى الأمام يجعل هذه العضلة اللي احنا قاعدين نتكلم عليها عضلة مشدودة بشكل مستمر. فإذا ما كان هذا الإنسان يعمل بانحناءات، راح يكون حتما أن الشد على هذه العضلة يكون مضاعف، اللي ينتج عنه أن هذه العضلة راح تشد، وبالتالي تقلل من تدفق الأوعية الدموية اللي هي تغذي الدماغ من الناحية الخلفية. وحتما إذا قل تدفق الدم حق مثل هذه المناطق في الرأس، لابد أن يكون هناك في بعض الانزعاج والآلام في مثل هذه المنطقة. لذلك الصداع قد يكون بسبب هذا الوضع الخاطئ اللي يأخذ الإنسان نتيجة الانحناء. وأحيانا في مثل هذا الشهر الكريم، أحيانا الإنسان يمسك المصحف ويقرأ في لساعات طويلة وهو بانحناء، وهو يمسك المصحف ويقرأ لساعات طويلة بمثل هذا الانحناء، يكون قد وضع شد مضاعف على الرقبة، مما ينتج عنه أن يكون هناك في restriction أو تقليل لتدفق الدم لمنطقة الرأس، وبالتالي يكون عند هذا الإنسان صداع. اللي يحتاج أنه يسوي، لابد أنه يحتاج أنه يعدل القوام، وإذا كان يقرأ من مصحف أو يشتغل أو يقرأ شيء يرفع أمامه حتى يستطيع أنه يجعل الرقبة إلى الأعلى، وبالتالي يقلل الشد على الرقبة فتقل عنده الآلام. هذا وضع بسيط يستطيع أن الإنسان يقلل من خلاله الآلام والصداع المصاحب له، وقد يكون صداعك ما له شغل بالصيام. ألف لا بأس عليكم، نشوفكم في حلقة أخرى، تقبل طاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل طاعتكم، اليوم راح أتكلم عن الرياضة. الرياضة وايد مهمة حق الجسم، وبدأت في رمضان، ولكن في نقطة وايد مهمة ودي أوضحها. الرياضة قبل الفطور برا، يعني مثلا اللي يمشون قبل الأذان أساس أنهم، لأن معروف الحركة وإذا كان كارديو مثلا مشي وانت على معدة فاضية تحرق دهون 100%، هذا صحيح 100%. ولكن شنو مشكلتنا؟ أن رمضاننا بالصيف وحر، وإحنا صايمين مدة طويلة، والجفاف شيء أساسي حوشنا وقت رمضان، وتروحون تمشون بالحر، شو يصير معنا؟ سببنا حصوات في الكلى، والكلى تتعب معنا، حتى كمية الماء اللي تشربونها ما أضمن تأخذونها كفاية بسبب المشي اللي مشيتوه بالحر. فأنا إذا تبون تستغلون الرياضة وإنكم تحرقون دهن بالصيام، امشوا بأماكن مغلقة، يا داخل البيت يا في مجمع، بس لا أنصح إنكم تمشونها في الحر تتعبون جسمكم. شغلة ثانية والمهمة، الرياضة شيل الأثقال، الرياضة المكثفة، الرياضة اللي أنت تعرق فيها وتتعب اللي فيها تقوية للعضلة،
هذا لا ينصح تسويه وانت صايم، يفضل تكون فاطر وماخذ وجبتك يعني الاساسيه، فتفطر بعد ساعتين ثلاث تروح النادي ماكو اي مشكله بعدها تسحر، ولكن لا يفضل انك انت تسويها وانت صايم، لان انت كذي العضله راح تتعب ما راح تقويها، بالعكس راح تتعبها بزياده. فحاول دائما الرياضه القويه تكون وانت فاطر، وتكون بعد الفطور بفتره عشان ما يسبب لك عسر هضم، وتحطون الرياضه اللي انتم متعودين عليها. حق الرياضه اللي حق الرجيم قلنا قبل الاذان ما ايدها باكن مفتوحه، افضل انها تكون مغلقه، ولكن اللي بعد الفطور يعني مو ضروري انه يكون، بس يعني اذا ما تحركت بعد الفطور ما استفدنا، لا بالعكس مفيده. يعني انا وايد عندي من مراجعيني لا والله يمشون بعد الفطور، يفطرون يروحون يمشون، وانا ايد الحركه يعني اللي حق الناس اللي مثلا بالذات الحريم اللي مثلا ما عندهم شيء او انه ريلها يروح المسجد يصلي ثلاث تمرات ولبن وطلع يصلي وطلع دوري دوري دورتين ثلاث بالفريج بعد ردي تفطري. فالطريقه هبيت الفائده ان خبيتي ماي، فالطريقه هم جسمك مو تعبان وهم كليتي قبل، يعني هم الحين تعتبرين صايمه، فبهالطريقه ما تعبت جسمك بطريقه اللي تضرنا ما تفيدنا ونسبك حصوات ما بعد رمضان. لا خلينا نحاول كثر ما نقدر ان نسوي الحركه بهالطريقه، او ان بعد الفطور بساعتين ثلاث. وايد ايد ان الحريم اللي يروحون التراويح يروحون مشي، او ان هي لا والله بعد التراويح تروح تمشي لها لفه لفتين بالفريج، لا والله بمجمع تتحرك في الفتره هذه، هم ترى يعني هم مفيده وهم تساعدنا بالنزول، لان احنا مستغلين الصيام اللي هو مده طويله، كافيكم صايمين هالساعات هذه كلها، فالحركه لو هي بسيطه مأثره ويانا وفائدتنا في رمضان. لا تستهينون بالحركه، مو على احنا صيام ما نتحرك نهائيا، بالعكس مهمه، ولكن توقيتها اساسي، وقتها ومدتها ونوعيتها اساسي متى تاخذونها في رمضان. اذا عندكم شيء اساسي فيها تابعوا اخصائي تغذيه عشان نعرف شلون طريقه جدولكم، شلون طريقه حركتكم، وشلون تدخلونه في جدولكم الغذائي. ان شاء الله استفدتم معي بالحلقه، ونشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمه. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. في شيء اسمه أخطاء التفكير يمارسونها الناس من غير قصد، تعودوا على ممارسة هالنوع من التفكير، احنا نسميها أخطاء التفكير اللي تؤدي إلى أخطاء بالتصرفات والانفعالات والمشاعر. من ضمن أخطاء التفكير هي القطبين، أبيض أو أسود، سيء أو جيد، سلبي أو إيجابي، فقط ما في حل وسط عند هالطريقة من التفكير. طبعا هالطريقة خاطئة، ماكو إنسان بالكامل سيء وإنسان بالكامل جيد أو زين، لازم يكون عندنا مرونة في تفكيرنا، بدال ما نكون أبيض أو أسود في ألوان متعددة من البشر، في أنواع متعددة من السلوكيات. هذا الشخص اليوم في هذا الموقف سوى شيء مو زين، لكن أغلب المواقف اللي هو قاعد يمر فيها معاي إنسان زين، تصرفاته تدل انه هو انسان ممتاز جيد قابل اني انا اكون صديق له وانه يكون هو صديق لي. هذا واحد من اخطاء التفكير. من اخطاء التفكير الثانيه هي التعميم. التعميم يعني شنو؟ يعني الجنسيه الفلانيه سلبيه، اللون الفلاني سيء، الدوله الفلانيه مو زينه. هذا اسمه تعميم. كل الناس ما فيهم خير، الدنيا هذه ما فيها خير، ما فيها أمان، هذه نسميها احنا التعميم. انت ممكن تكون تعرضت الى موقف او موقفين او حتى 5-10 مواقف سلبية في حياتك اللي عمرك 30-35-20 سنة، تعرضت حق 5-6 مواقف فعلا مزعجة، ولكن مو هذه هي الاصل في الحياة. اذا انت عممت هذه التجارب على باقي حياتك كلها، هذا الخطأ بالتفكير اسمه التعميم. لذلك لازم ننتبه من هالاخطاء المتعلقة بالتفكير، لأن تؤدينا إلى مشاعر سلبية وبالتالي تصرفات سلبية. شلون نعدلها؟ أن نبدأ نطالع ونركز على الأشياء الزينة في حياتنا. إذا كنت أنت من النوع القطبين يفكر، يعني سلبي أبيض أو أسود، سلبي إيجابي ماكو بالنص، نحاول نطالع الناس. يعني تعاملت مع زيد من الناس،
وشفت انه هو سوى اليوم حركه مو زينه، اسال نفسك كم مره هو سوى حركه زينه معاي. اليوم تاخر عن الدوام، كم مره هو التزم بالدوام؟ عادي معرض انه هو يتاخر. اليوم والله اخطأ في جمله او في كلمه قال لي اياها، ايش المشكله؟ بالمقابل هو كم مره قاعد معاك وحسيت بالامان والاستقرار معاه وانت قاعد تسولف مع هذا الشخص. فمن موقف واحد انت ممكن تحكم على الانسان، هذا خطأ. لازم نعرف ان الاشخاص لهم تفكير خاص، لهم طريقه في المشاعر، لهم طريقه في التعبير عن مشاعرهم، يمرون بظروف معينه، نلتمس الاعذار حق هذول الناس. طريقه ثانيه من التفكير اللي هي قلنا عنها قبل شوي اللي هي التعميم، ان نركز على الاشياء الزينه في الحياه. اذا كنت انت تشوف جنسيه بالكامل سيئه، لا حبيبي اسف، شوف الاشياء الزينه اللي في هذه الجنسيه، شوف الاشخاص والانجازات اللي سوتها هذه الجنسيه. ما في اي جنسيه في العالم سيئه بالكامل، ما في، كل دوله في العالم فيها انجازات عظيمه، كل مجتمع في الدنيا فيه انجازات عظيمه. انا اتكلم على دول او اتكلم على مجتمعات مصغره مثل اسر او قبائل. كل اسره او قبيله او دوله لازم يكون فيها انجازات عظيمه سواها احد افراد هذه المجموعه من الناس. فالتعميم خاطئ، نركز على الاشياء الزينه بين المجتمعات، ويعطيكم العافية.